شوف البنات، انا كنوجد دابا غيجي عندي الضياف، هي الوالده واختي ان شاء الله. انا وجدت لهم براد ديال اتاي، البراد الصغير هذا راه ديال المسوس كنخليه، وهذا براد عادي، ودرت لهم شويه قشريرات كما كيقولوا، يعني خلطت لهم هنايا كل اللوز والكركاه. وبالنسبه للسكر واتاي حطيتهم هنا قدام، كيبغيو الوالد كيبغي انا كتسخري عليه باش يطيب الاتاي، ما كيبغيش هو الاتاي يمشي طيبي في الكوزينه وتجيبي، لا كيبغي هو اتاي. ها هو بدا كيصوني وراه ما جايين. اي ما اما كيصوني عليا، اما جاو ملي. اهلا اهلا، الو، عليكم السلام، جيتو، مرحبا بكم، راني نحل لكم الباب، يلا طلعوا. سلام، ما جاو عندي باش نحل لهم الباب. اها اهلا اهلا اهلا، كي داير لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كي داير لاباس؟ مزيان الحمد لله. سلام ديال الكورونا، سلام ديال الكورونا. كورونا كديرة لاباس وبلاتي تنحيد. يلا زيدي، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة تجريباتي، وغنشارك معكم الروتين ديال اليوم اللي ما جات عندي الوالدة والأخت ديالي، والوالد الله يخفف عليهم، جابوا لي الغدا مع تمارة اللي كنقضيها أنا باش ننظف الدار، وكما وريتكم معايا جابوا لي هاد الديسير، جاب لي الدجاجة، الدجاجة هادي كما كتشوفوا غنعاود نسخنها، الدجاجة محمرة نعاود نسخنها في الفران، وهادي السفة غنسخنها حتى هي، وهادو الدغمير اللي كتكون، وهذا الخبز. وهذا السكر اللي غادي نديروه مع الشعريه ان شاء الله، خليكم معايا. غادي ندهنها بالزبده، وهذا الدغميره غادي نحطها هنايا، الدغميره هي اللي غنحطها باش تسخن مع الدجاجه. غنجيب الزبده دابا، غادي ندهنها بالزبده باش ما تحرقش ليها، نعاودو تقرمشوها بحال يلا جات جديده. الله يخلف عليهم، لا ماما ولا اختي ولا الاب ديالي، كتستاهلي مع ضربتي تمام. نتمنى الاكل يعجبك. ان شاء الله غيكون زوين، انا عارف الاكل ديالكم ان شاء الله يعجبكم. هذا التقديم اللي غادي ندير لي قسم الله مزيان، انا نحطها بحالها كيفاش شكلها تحمر. غادي نعطيها الجهه ونقلبها ان شاء الله كل الجوانب ان شاء الله. وهذه الدغميره غادي نحطها، تحطيهم يسخنوا كلهم في بلاطا وفيها ريحه السمن. تبارك الله، داك الشيء كلشي غادي يسخن، لان غادي يولي ما باش ما يبقاش باش ما تحرقش ليا. غادي يطلق البلول، حيت كتبغي بحال غندير بحال غندير انا الماء، انا غندير دابا على الدغميره هي اللي غنحتاج نديرها. الثلاجه كدير الصوت، كدير الصداع، كدير الصداع، حيت الموتور ديالها فيما كتبغي تخدم كدير هذاك الصوت. دابا سكتات سكتات وشويه غدير ثاني تخدم. والخصوص اللي حليتي وسديتي سميتو كتسداتي، يعني الا بغينا كاع نحيدو البريز باش تهضري غادي تخسر. سمحوا لينا المشاهدين على ازعاج الصوت. صافي صافي، نشعل دابا ندخلوها للفرن. فرن نشعل الفرن هذا. غير من الفوق فقط، صافي. هو كيما غتشوف غادي نقلبو، غادي نقلب ليه، غادي نقلبو ان شاء الله، خليكم معايا باش يتحمر لي في الجهة الاخرى. عندك سخون ديما المروحة، راه مخدمة المروحة أنايا، عافية والمروحة بالنسبة للتسخين. الخبز تا هو الخبز تا هو كيما تحت،
وغادي نقلبو صافي سخن صافي سخن ولا سخن هو دابا سخن هيا غنوجدو دابا هي الصفه بالكسرونه الصفه مزيان سخنا هي الاولى هادي نحطوها هاهم نحطو غادي باش ما يبردش نين صافي غنسخنها غندير لها مروحة في الفران حتى هي نفس الفران ديال الضو ولكن غنسخنها بالمروحة المروحة كتغنيكم على الماء اللي خصكم تكون ما كانش عندكم مروحة خصكم ديروا الماء تحت منها صافي وندخلوها نفس الطريقة طريقة درنا الدجاج طبق ديال الدجاج نجيب الطبق اللي غنحطو فيه ها هو الطبق طبق الدجاجة الأولى نحطوها هاكا غدا نحطو لاصوص دابا لاصوص خدي ملعقة ملعقة دغميره تحطش الدغميره فوق من الدجاجه باش تبقى الدجاجه مقرمشه الدغميره هنا هاي كما كتشوفوا ها هو الطبسيل ديالها هو وجد دغيا وجدتو عاد سخي باش تسخنو انتم الا كان عندكم شحال في الفريكو هاد الطريقه باش كتسخني كيبان لي بحال جديد يلا انا غادي نجديها مرحبا بكم مرحبا بكم والصفاره هاكا تسخن حتى نوجدو ونوري عليكم قبل المروحه تشعلي الفوقاني هاي كيفاش بلا ما دير لها كسكاس شويه مزروبه ولا شي حاجه تبقى ديري في كسكاس جيب الكوكو جيبي هادي هادي الطريقه فران هذا شوف صافي نوضعو في الطبق كي جاك بعدا الدجاج الدجاج على مزينات وعطيها الصحه حنا كلينا الدجاج تذوق السفات اللي بقى من الدجاج كلينا الدجاج دابا هي السفه الوقيت اللي كناكل فيها الدجاج خليت السفه كتسخن باش ناكلوها حتى هي سخونه باش نحطو كلشي غادي ناكلو الدجاج وغنلقاوها هي بردات وهي هذه السفه ما كتجي الا سخونه كنديرو لها بحال هكا قرفه قرفه بالنسبه للسكر كلاص انا راه ما نديرش نديرو لان كاين اللي ما كيبغيش السكر ديري 10 ملي الوسط ديما كنديرو حنا قاعده ديال ان السكر كلاصي كنديرو في الطبسيل باش يبقى اختياري لما نقرف كلشي الناس ديري 10 ملي هنايا الوسط شويه ديري شويه باش اللي بغا كتجي زين حيت هي ما كتبغيش تقاد صافي بابك صافي غندير طبسيل بعدا ندير ليه شويه طبسيل شوفوا مرحبا بكم انت ها هو
نتمنى تكونوا دوزتوا معايا هذا النهار زوين برفقه العائله ديالتي اللي جاوا فرحوني. ما نقولش لكم قداش فرحوني الاخت ديالي للام للاب ديالي. لاول مره يشوف القناه تنساش يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش يصل كل جديد ودمتم سالمين في فيديو القادم ان شاء الله.